قال صلى الله عليه وسلم وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. السمع والبصر والقوة هذه من نعم ربنا سبحانه العظيمة على العباد، لا يقدرها أكثرهم قدرها. سألوا عنها من فقدها، من فقد سمعه فيرى تحرك شفاه لا يدري لها معاني. سألوا من فقد بصره إن لم يجد من يقوم له بحاجته بقي ثم. سألوا من فقد قوته فإن لم يجد من يعود عليه بفضل قوته بقي ثم. نعم من نعم ربنا سبحانه العظيم، نسأل ربنا سبحانه أن يزعنا شكرها. ولذلك تفهمون كيف يمتن بها ربنا على عباده في مواضع كثيرة من كتابه. ربنا سبحانه يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال ربنا سبحانه وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال ربنا سبحانه قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، إلى ما في إلى نظائر لهذه الآيات. ولذلك من ابتلي فسلب شيئا من هذه النعم كان الثواب المرتب على ذلك عظيما إذا صبر. يروي البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عودته منهما الجنة يريد عينيه. فلم يرضى ربنا سبحانه بثواب لذلك الذي ابتلاه ببصره فصبر بثواب دون الجنة. لتعلموا عظم المصيبة يجب أن تفهموا أن النعمة عظيمة لذلك عظمت المصيبة بها. لكن لا ينبغي لإنسان يسمع ثواب الله المرتب على هذه الابتلاء فيسأل الله أن يبتليه بهذا الابتلاء يريد الثواب المرتب عليه. لم يعط إنسان شيئا أفضل من العافية. الإنسان يسأل الله العافية وإن سمع ما سمع من هذا الثواب المرتب على بعض أنواع الابتلاء فلا يسأل ربه ولا يتعرض له ولا يتمناه، يسأل الله العافية. روى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أتى مضجعه أن يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها فإن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. فقال له الرجل أسمعته من عمر بن الخطاب؟ فقال ابن عمر سمعته ممن هو خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتالي من تحتي. روى الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله العافية فإنه لم يعط عبد شيئا أفضل من العافية. روى مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يعود رجلا من المسلمين خفت حتى صار مثل الفرخ، ضعف جدا من المرض حتى صار مثل الفرخ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما فقال هل كنت تدعو بشيء أو تسأله شيئا؟ هذا شيء عجيب، هل تقول تدعو بشيء حتى أصابك هذا الذي أصابك؟ فقال الرجل نعم كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، حتى
حتى لا إذا قدم على الله يكون قد جوزي بالذي فعل. اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعه، أو قال: لا تطيقه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الله له فشفاه. فالشاهد أن الإنسان يسأل الله العافية، لا يتمنى التعرض، لا يسأل التعرض للابتلاء لأجل الثواب. العافية خير له، لكن إن ابتلاه ربه فيسأل ربه الصبر ويسأل ربه الثبات. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإن لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاءهم، اسألوا الله العافية، لكن إن لقيتموهم ابتليتم بلقائهم فاصبروا.